بيت البركة العامر بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم قادمة من إيران، وذلك بعد تأهله إلى نهائيات كأس آسيا 2015 المقرر إقامتها في أستراليا إثر فوزه على المنتخب السوري بهدف نظيف. مبروكين على الإنجاز. لا يسرني ويشرفني في ذات الوقت انه انقل لكم ايضا شكر صاحب الجلاله مولاي السلطان المعظم، وتمنياته لكم ان شاء الله بالتوفيق. وما في شك ان المؤازره كما انتم تعلمون هي المؤازره موجوده دائما وستظل موجوده من مولانا الله يحفظه لكل القطاعات، وهذا القطاع من ضمنها بإذن الله تعالى.